نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك خلال استقبال فخامته لمعالي وزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد أكد معالي وزير الخارجية أن البحرين ستظل ملتزمة بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تتمكن الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي بسط نفوذ الدولة على كافة الأراضي اليمنية وإدارة شؤونها والقيام بمهامها في تحقيق التنمية والرخاء لأبناء الشعب اليمني الشقيق. وشدد معالي وزير الخارجية على أن ما تقوم به قوات التحالف العربي من دور إنساني سيتواصل لتخفيف المعاناة التي يعيشها اليمن وأبنائه، وأنهاء كافة التدخلات الخارجية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وهو ما يكفل حلا سياسيا للأزمة، ينهي معاناة شعب اليمن ويحفظ له أمنه واستقراره ووحدته. من جانبه كلف فخامة الرئيس اليمني معالي وزير الخارجية بنقل تحياته إلى عاهل البلاد المفدى معربا عن خالص اعتزاز وتقدير جميع أبناء الشعب اليمني لمواقف مملكة البحرين ونصرتها لقضيته، مؤكدا أن هذه المواقف الداعمة ليست بغريبة على البحرين، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.